عشناش لحد الان، ما عشناش. دابا ولينا حنا كنشفقوا على والدينا، ولاو كيبقاو فينا حد فقراء. خلاونا صغار مشتتين بيناتهم، مره عندها مره عنده، مشتتين ما عرفنا راسنا من رجلينا. كنشوف وليداتي طالعين في نفس المشكل اللي كنت فيه انا، باش يكون عندهم باهم كيعاونهم ولا شي حاجه، والو كيسول فيهم. وليت كنشوف وليداتي ماشي بحال الناس، ما لابسين كي الناس، ما واكلين كي الناس، ما كيقراو كي الناس. ما عنديش باش نشدوها. الوالد ديالي غير مسكين، واخا مفارق معانا، واخا يبغي يعاوننا ما عندوش. السلام عليكم، انا فاطمه فريات، وعندي مريضه بالاعصاب ومرض نفساني وفقر الدم حاد، وراني عايشه غير مع الوالده وواحد اختي مسكينه مريضه حتى هي. عايشين غير في هذا البيت، صقرين في هذا البيت يحمي الله. وعندي ليتامة، عندي ليتامة، طلقت بجوج وليدات يتامة. ودابا واش الوالدة واش تشري لي الدواء، واش تخلص الكرا، واش اختي الاخرى حتى هي مريضة ما كتقدرش تخدم، ما تقدرش على الخدمة، مهرسة من رجليها. ودابا انا داك الشيء طرع عليا، وليت مريضة نفسانية. ملي كنشوف ديك الحالة، كنشوف الوالدة كتخدم في الديور كتكرفص، ووليداتي الصغار ما لقيت لهم جهات هذا العام كاع ما قراو بسبب المرض ديالي. كنت ناقصه في الطبيب كاع ما قراو. البنيته كانت غتطلع السابعه، نجحت في السادس وكانت غتطلع السابعه، ما لقيتش باش نقريها. والوليد كان كيقرا في الرابعه، ما لقيتش باش نقريه، وراهم جالسين هذا العام والرحمه في الله. دابا مصاب لقى غير باش نشري الدواء، ما عنديش باش نشري الدواء. الوالد ديالي غير مسكين، واخا مفارق معانا، واخا يبغي يعاوننا ما عندوش. والوالده مسكينه حتى هي عيات بالخدمه، كتقول لك باش نجيب لكم الدواء، ما خدات، ما لقات لنا جهد، الرحمه في الله، ما لقات لنا جهد باش تصرف علينا ما ناكلو. انا مريضه في فقر الدم، خصني نكون كناكل مزيان باش يرجع لي الدم ديالي. والوليدات ديالي مرضوا حتى هما نفساني ملي كيشوفوني في هذه الحاله. كان بعد عليهم، كان حاول نسمح فيهم ونمشي، كان نهمل باش ما يبقاوش يشوفوني، كان بكي، كان هرب لبرا، كان خليهم مساكنهم مرميين في الزناق. الناس كيوكلهم، كيعطيهم ياكلوا معاهم، الله يكثر خير الجواد والرحمة في الله. كنطلب من المحسنين يعاونوني غير في الدواء. والوالدة راه قهرها الكرم، واش تخلص الكرا، واش تخدم عليا، واش تديني للطبيب. انا كل مرة خصني نمشي للطبيب، كل مرة كتخاف عليا توقع لي شي حادثه، ديما تابعاني، ديما تابعاني، وكتسمح في الخدمه ديالهم. ملي كتسمح في الخدمه كيجريو عليها عاود من الخدمه، خاصها تدبر دار اخرى. وراه حنا مكرفسين، والشكوى والله، الشكوى والله. الا كنت مزيانه، ما كنتش مريضه، ما كنتش مريض حتى من تفارقت انا وباهم، عاد ولات عندي هاد العقده. وليت كنشوف وليداتي ماشي بحال الناس، ما لابسين كي الناس، ما واكلين كي الناس، ما كيقراو كي الناس. وليت معقدة، وليت مريضة، كنحمل نضحك ولا نلعب كي الناس، والرحمة في الله. كنتمنى غير اللي يعاوننا، شي محسن يعاونونا، والله يكثر خير اللي يعاوننا. عندي جويجات، بنت وولد، ومساكن مرضو. مني كيشوفوني كنبكي، كيخرجوا من الدار، مكيبغيوش يجلسوا حدايا، حيت كيشوفوني كنبكي، كيتعقدوا حتى هما، ماشي ولي عندهم حتى هما مرض نفساني بسببي انا، بسبب المرض ديالي. وانا الرحمة في الله، انا في تفرقت الوالده والوالد، كنا صغار وطلعت عندنا ديك العقده. ملي تفرقت الوالده والوالد، خلاونا صغار مشتتين بيناتهم، مره عندها مره عنده، مشتتين ما عرفنا راسنا من رجلينا. فعودنا نكونوا في الحضن ديال بوانا وانا صدق الاخت ديالي كتدخل فيا باش تلقى الحنان عندي، وانا ما عنديش، انا راني اختها. المهم متعقدنا من الصغيره حتى الكبيره، ثلاثه البنات معقدين مرض الشكوى والله. وكنت من ربي يعاوننا المحسن. ما عشناش لحد الان، ما عشناش. دابا ولينا حنا كنشفقوا على والدينا، ولاو كيبقاو فينا حد فقراء، واخا مفارقين ولاو كيبقاو فينا. ما عشنا الحنان، ما لعبنا الطفوله، ما لعبنا الطفوله كاين الناس. ودابا كنشوف وليداتي طالعين في نفس المشكل اللي كنت فيه انا، باش يكون عندهم باهم كيعاونهم ولا شي حاجه، والو كيسول فيهم.
ودابا طالعين مرض نفساني تقريبا بحالي، كنشوف فيهم ولاو كيعاني بسبب المرض ديالي وهاد العقدة. وفي الليل ما كيلقاو فيني ناس، بيت صغير كيقدناش، مكرفصين مكرفصين والرحمة في الله. لا ما كيسهوش فيه، لا ما كيسهوش فيه، دار راسو بحال ما عندوش كاع الولاد. وكان لقيت صحتي نخدم على وليداتي وخمسين ساعة، ولكن أنا دابا مريض، عندي الأعصاب وفقر الدم حاد، وعندي مرض نفساني، صف ما عنديش الخاطر للخدمة، ما عنديش كاع. عائلتي هي اللي كدوش لي، عائلتي هي اللي كتصبرني، ما بقيتش كنقدر ندير حتى حاجة، وليت معقدة وليت مريضة. لا ما كيحملوش نهضر عليه، كنقول لهم سيروا عند باكم، ما كيبغيوش، كيقول قال نجلسوا معاك انت واخا مريضة ما نمشيوش عنده. ما كيبغيوش، كيقول لك ما بغيتيناش دينا الخير يوم ما تصيفطيناش عنده، حيت ما حتى هو ما عطاهمش الحنان باش يبغيوه، ما كيشري لهم الحاجه، ما كيطلع لهم، واخا مفارقين يجي يسمع يسول في وليداتو ماشي مشكل، باش ياخذوا شويه الحنان من باهم. ما انا واخا كنحن عليهم، ولكن المرض غلب عليا، ما بقيتش كنقدر نحن عليهم، وليت كنتالم، كنبعد عليهم، كنهرب منهم، كنخليهم بوحديتهم ونمشي، كنمشي على الله. ياك ما نلقى شويه الراحه النفسيه على برا، هكا كنتهاود مع الناس نهرب لبرا، كندوزو خايب خايب نفس المعاناه. في الليل الا ما نعسنيش الدواء غنبات كنخمم فايقه، كنشرب واحد الدواء اللي كينعسني باش ما نبقاش نخمم، ولكن في النهار كنقيل كنخمم، وداك الشيء كيأثر عليا نفسانيا. داك الشيء كنخرج من الدار كنمشي، كيأثر عليا داك التخمام بزاف، كنخمم في وليداتي، ضايعين من القرايه، ضايعين من كلشي، من الحنان، من الرعايه، من كلشي. داك الشيء اللي كيتمتعوا به الاطفال هما ما عندهم حتى حاجه من داك الشيء، محرومين من الساكن، محرومين من اي حاجه، كيجيو يطلبوا لي الحاجه وما كنلقى باش نشريها لهم، لباس العيد، الجواد اللي كيشريو لهم انا ما عندي باش نشري لهم، العيد الكبير الا ما عطاو لهم الناس هكا هكا العيد ما يعيدوش، ما عنديش باش نشري لهم العيد. الغالب الله غالب الله، كنت كاف الدواء ما تكافيتش معاه، راه تسالى لي وما لقيتش باش نشري، خصني نشربو باش نبقى نجلس غير شويه مع وليداتي، ما بقاش نكون غير هامله 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 هاربه، كنبقى غير هامله برا، ما نرجعش للدار، هما مسكين خصني يكون حداهم، الا ضربهم شي واحد نحديهم، وانا والو مريضه ما بقاش عندي الخاطر، هما عزاز عليا، ولكن ما لقيت لهم جهد، ما لقيت لهم جهد، غلبني المرض، رحمه الله غلبني المرض. كنكون في واحد الحاله خايبه، كنكون في واحد الحاله خايبه، ما نبغي نتهاود مع الناس، ما كيجيو هكا شي عائله يطلعوا عليا حيت مريضه، ما نبغي نتهاود معاهم، هما كيدخلوا وانا كنخرج، ما نقدرش نجلس معاهم حيت مريضه، ما كنبغيش نسمع الضحك، ما كنبغيش نسمع الضحك، ما نبغي نسمع، المهم حتى حاجه، خصني هي نمشي بعدي بوحدي. الا جا ولدي كيبكي عندي كيقول كضربوا شي واحد، ما كنقدرش نمشي ندافع عليه، كنتغير نفسانيا، لو كنسمح فيه كيبكي وكنمشي حيت مريضه ما عنديش. وكما خديت شي واحد الدواء شويه كينعسني، ولكن غالي دابا غالي عليا، ينعسني شويه باش كنعس بالليل، ما الا ما نعستش عاوتاني غادي نحماق ونسمح فيهم ونمشي، باهم نسمح فيهم وانا نسمح فيهم، ساكن غيتشرد بنيته وليد كيبقاو فيا، راه عيني يعوروا بالبكا غير على ظروفي مع ولادي والمرض ديالي. اللهم لك الحمد، المرض ديال الله، اللهم لك الحمد. عارفه عارفه كلشي، عارف وكلشي كيشوف، كلشي كيشوف، واخا ما كيجيش عندنا، عارف كلشي من البعيد، ما راهش خارج المغرب، راه في المغرب، ما كيبغيش يسول من الله. كون لقيت صحتي باش نخدم على وليداتي والو، بغيت ولي بغيت وليداتي يوليو يقراو، بغيت وليداتي يوليو يقراو، بغيت اللي يعاونني في الدواء في الدواء، ويعاوننا شويه في الكرا، تغلبنا الكرا، قهرنا الكرا، هذا الشيء اللي بغيت. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.